السلام عليكم، هذا الجزء الثاني من الرد على الأسئلة. اللي ما شاف الجزء الأول يشيك عليه في الديسكريبشن أو يضغط وين هنا. الحين السؤال وقفنا عند وين كانت أسوأ رحلة لكم وليش، هذا جاوبناها. السؤال اللي بعده يقول دولة أول مرة نزورها كيف بنعرف سعر التاكسي بدون ما يلعبون علينا؟ حلو سؤال. السؤال جميل صراحة. أولا عندك ثلاث أشياء عشان تروح للمكان اللي تبغاه، عندك التاكسي أو القطار أو المترو. طبعا أغلى شيء التاكسي، بعدين القطار، بعدين المترو. فكثير من الدول عندها أسعار محددة للتكاسي، فاسأل عن السعر المحدد للتاكسي عندك في المطار راح يعلمونك. سؤال يقول ليش يسمونك كندي؟ هذا أكثر سؤال تكرر. هذا سؤال يجيني كثير، إجابته في بلوج لاس فيغاس، شيكوا عليه. طيب يقول هل انتم تسكنون في فنادق فخمه ولا ابو كلب؟ معلش على السؤال هذا، هذا الصيغه كذا، الصيغه رهيبه عشان كذا حطيناها. طيب طبعا الفنادق تفرق، احيانا تشوفون في فلوج اسبانيا 3 نجوم، فلوج لاس فيغاس 5 نجوم، على حسب على حسب الميزانيه اللي عندك. انا لو عندي ميزانيه 50000 بسكن باحسن فنادق، لو عندي ميزانيه 1000 بسكن فنادق ابو كلب. نعم، وانت الخيار لك. صح، احنا ميزانيتنا عاديه فنسكن فنادق 3. هنا سؤال يقول ليش ما تطبخون برا؟ نص فلوسكم راحت على المطاعم. والله صادقين، بس يا اخي انا من رايي يعني صعب انك تشغل معك عزبه او شيء وتاخذها معك، انت راح تتمشى. انا شخصيا نص متعه السفر عندي بالاكل، تجربه المطاعم الجديده. انا اعشق المطاعم واعشق الاكل، فنص متعتي اصلا بالسفر اني اجرب الاكل. هنا في سؤال يقول اكثر مدينه ودكم تزورونها؟ يعني انا بالنسبه لي ودي اروح لاماكن شاطحه، مثلا ساو باولو عاصمه البرازيل. هي عاصمه البرازيل؟ لا، برازيليا عاصمه البرازيل. ساو باولو مثلا، والله اني سلكت. ساو باولو مثلا كذا شيء غريب ابغى اشوفه. يعني باريس، لندن، اشياء ذي اللي نشوفها دايم وملينا منها، فما ودي اشوف ازورها. انا شخصيا ودي ازور كل العالم. الله، حلو الاجابه هذه، يعني تشمل كلش. طيب كل العالم. هنا سؤال يقول كيف اخطط للرحله باقل التكاليف؟ اذكر انك كتبت مقال، كتبت مقال كيف تخطط الرحله بخمس خطوات ناجحه، مقال ممتاز راح نحط لكم اياه بالدسكربشن. الدسكربشن ان شاء الله. يقول لك هل السفرات بغرض السياحه ولا بغرض التصوير؟ كلهن طبعا، لكن الان عندنا غرض ثالث وهو انتم، ان عشان نمتعكم ونفيدكم كل شيء. طيب يقول لك ليش ما تسوون سياحه داخليه؟ والله السياحه الداخليه شيء ممتاز، يعني حلوه فيها اماكن، في اماكن في السعوديه ترى مره رهيبه، لكن ان شاء الله مستقبلا راح نسوي شيء اسمه ان شاء الله. يقول ما تفكرون تضيفون شخص جديد حاليا؟ احنا الان ست اشخاص، احنا ست اشخاص ما راح نضيف احد جديد، واصلا الموضوع كلنا نعرف بعض، فلو بنضيف احد راح نضيف احد نعرفه عشان الكيمياء اللي بيننا او الكيمستري اللي بيننا ما تخرب. قاعد تلعب فيه في التيمت تيم. طيب هنا سؤال يقول اكثر مدينه صرفتوا فيها؟ اكثر مدينه صرفت فيها، سؤال جميل، والاجابه هونغ كونغ. اكيد هونغ كونغ جدا غاليه، جدا جدا مره غاليه. انا دمرت الميزانيه عندي، والله غاليه مره. وهنا في سؤال يقول متى عادل يرجع للجيمنج؟ متى ترجع للجيمنج؟ واجد يعني متى ترجع للجيمنج؟ طبعا اللي يعرف القناه كانت جيمنج، قلبناها فلوجات. الجيمنج انا وعدتكم ان نحطها في قناتي الثانيه اللي اسمها سكر مدريد اتش دي. هذه القناة كنت بحط فيها، لكنني شغلت، تعرفون تراتيك ووظيفة وما أدري إيش وإنتاج، فبتاخذ وقت. أصبروا علي إن شاء الله، أبنزل سلسلة فصلات اللي كل يطلبها، وبرجع إن شاء الله الجيمنج، بس أصبروا علي، خلني أضبط وضعي. السؤال يقول وش أكثر عدد من المشتركين ودكم توصلون له؟ ما في عدد معين، ما في عدد معين، لا أكثر من ملايين إن شاء الله. ما عندي، إن شاء الله. هنا سؤال يقول بعد ما خطب كندي هل بيواصل معكم ولا لا؟ ان شاء الله لو يجي عمره 60 ما راح اخلي السالفه كذا وبعصاتي بعصاتي مسافر رايح. الله يقويك ان شاء الله. هنا في سؤال حلو يقول هل انتم راضين عن مشاهدات القناه والمشتركين بالنسبه لتعبكم الكبير؟ والله هذا سؤال جميل جدا، ومن زمان انا ابغى اجاوب على السؤال هذا، لان كثير ناس تجينا تقول مشتركينكم قليل على شغلكم. بالنسبه لي اذا كنت انا مقدم شيء ممتاز وعندي الجمهور هذا الممتاز، ليش ابغى زياده؟ يعني انا ما ودي عندي 5000 مثلا. ايوه انا ما ودي عندي 5000 ونصهم يكرهوني ونصهم لا، ودي ان عندي 1000 وكلهم يحبوني، ما عندي مشكله. هل النمسا وكوريا تحتاج لها فيزا عشان تسافر؟ طبعا النمسا تحتاج فيزا الاوروبيه. بعطيكم جواب يسهل عليكم، في ادخلوا على هذا الموقع راح يعلمكم وش الدول اللي تقدر تسافر لها الفيزا وش الدول اللي ما تقدر. بس حلو.
طيب يقول وش اكثر فلوق تعبتوا عليه؟ انا بالنسبه لي تعبت على فلوق نيويورك اكثر شيء لاني كنت لحالي انتج، لكن بعدها ما شاء الله كندي صار يساعدني في الانتاج. شخصيا والله نتعب على كل الفلوقات، كل الفلوقات، كل الفلوقات نتعب عليها. هنا في سؤال يقول افضل فيزا للاستخدام خارج المملكه عن تجربه، وهل هي مسبقه الدفع ولا عاديه؟ والله انا شخصيا استخدم ماستر كارد الراجحي، لكنها ما تشتغل في بعض الاماكن مثل السينما والاماكن الثانيه، فاذا كان عندك بطاقه من بنك ثاني انصحك تاخذها. لكن على العموم هي تراها افضل من مسبقه الدفع. اي طبعا مسبقه الدفع كذا انكبتني بعض الاحيان. الاهلي اتوقع عندهم بطاقه ماستر كارد كويسه. طب يقولك هل ممكن احد يطلع سياحه وهو ما يعرف انجليزي؟ طبعا يعني اللغه الان ما صارت حاجز يمنعك من السياحه، يعني الجوال عندك يغنيك عن كل شيء، لغه الاشاره تغنيك عن كل شيء. احنا في اليابان مثلا ما قدرنا نتفاهم معهم، ففتحت جوجل صور وقمت اتفاهم معهم، شيء يعني اللغه ما هي بحاجز. طيب الى هنا ننتهي من الجزء الثاني من اسئلتكم، ان شاء الله راح نكمل الجزء الثالث. ولا تنسون لايك فيفرت سبسكرايب تنشرونه، وانتظروا ان شاء الله الفيديو الاخير للرد على اسئلتكم.